يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني قال: وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، وأن كل غوث من عنده، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز. فأشكل علي قوله ولغيره مجاز، هل هذا صحيح؟ كان الأنسب أنه قال ولغيره سبب، المخلوق يكون سبب والله هو المسبب سبحانه وتعالى، لكن هو رحمه الله يرى ما جاء في علم البلاغة أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والصحيح أنه لا، أن الكلام ليس فيه مجاز، كلام العرب اللغة العربية. فيقال المخلوق يكون سببا والنتيجة والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. نعم.